رفض زعيم حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله دعوات أطراف لبنانية بسحب مقاتليه من سوريا، ودعا الحكومة اللبنانية إلى التنسيق مع الجيش السوري بشأن الوضع الأمني على الحدود. ولأول مرة اعترف نصر الله في خطابه يوم الاثنين بوجود لمقاتليه في العراق وإن كان محدودا. يعني لدينا حضور متواضع في المرحلة الأولى والمرحلة الحساسة في العراق، وأقول أيضا تعالوا لنذهب إلى العراق، تعالوا هلا حيقول السيد ذهب بعيدا، تعالوا لنذهب إلى أي مكان نواجه فيه هذا التهديد الذي يتهدد أمتنا ومنطقتنا، لأننا هكذا ندافع عن لبنان، وهكذا ندافع عن شعب لبنان، وهكذا تتصرف القوى الكبرى في العالم. وقال نصر الله إنه يجب على لبنان العمل والتنسيق مع دمشق من أجل التصدي للجماعات التي وصفها بالمتشددة والتي تنشط على جانبي الحدود بين الجارتين. وأنا أدعو الحكومة اللبنانية إلى التنسيق مع الحكومة السورية في ملف اللاجئين أو المهجرين وفي ملف الأمني. اليوم الخطر أكبر بكثير من كل الحسابات الحزبية والمذهبية والطائفية، ونحن أيضا ندعو إلى نظرة شاملة على هذا الصعيد. وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري زعيم طيار المستقبل قد دعا حزب الله الأحد إلى وقف التدخل في سوريا مع بدء إجراء محادثات بين الطرفين بهدف تهدئة التوترات الطائفية التي اندلعت في لبنان مع بدء الأزمة السورية، ودعم حزب الله للقوات الحكومية السورية وانضمام مقاتلين سنة إلى صفوف المعارضة. وقال نصر الله إنه يدعم الحوار مع الزعيم السني الحريري ولكنه يرفض سحب مقاتليه من سوريا. وشهدت المناطق الجنوبية في سوريا خلال الأيام الأخيرة معارك بين المعارضة والجيش السوري المدعوم من مقاتل حزب الله، وسط تكهنات بأعمال عنف أشرس في الأيام المقبلة مع تحسن الأحوال الجوية. وشن الجيش السوري ومقاتل حزب الله المتحالفون معه حملة واسعة النطاق في درعا الأسبوع الماضي ضد جماعات معارضة ومنها جبهة النصرة وجماعات أخرى، وسقط أكثر من 90 قتيلا في تلك المعارك من بينهم 43 من أفراد الجيش السوري والجماعات المتحالفة معه. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش والجماعات المتحالفة معه يعتزمون إشراك 10,000 مقاتل في الحملة. رحاب علاء، رويترز.